بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن، وطن الأمان، وطن التقدم، وطن الازدهار. التحية لك وطني، وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. يزميل فنان، الرسمة ونحت في الحياة لوحة تنطق بالإرادة والتحدي، ملونة بالعزيمة والإصرار. اكتمال اللوحة، مشروع يفيض بالحركة والحيوية، مشروع مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتي وحج الصورة وعظمة الفكرة. إدارة التوطين بمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات تحتفل بتدشين البنطون بمنطقة الفشقة بحضور عدد من قيادات ولاية القضارف ووحدة تنفيذ السدود. احتفلت إدارة التوطين بمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات بتدشين البنطون بمنطقة الفشقة. جاء ذلك بحضور وزير الصحة بولاية القضارف ومعتمد محلية الفشقة وعدد من القيادات الرسمية والشعبية ولجان المتأثرين والمهندسين والعاملين بوحدة تنفيذ السدود. مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود يقف على سير عملية الإحصاء لمتأثري مجمع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتات. ضمن زياراته الدورية لمدن إعادة توطين المتأثرين من قيام مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات، وقف مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود على سير عملية الإحصاء لمتأثري مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات. اللجنة الفنية الاستشارية لمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات تطمئن على سير العمل بالمشروع. في إطار المتابعات الدورية المستمرة، قامت اللجنة الفنية الاستشارية لمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات بزيارة تفقدية لمراحل سير العمل بالمشروع، اطمأنت خلالها على عدد من المواقع، مؤكدة أن أولى التوربينات ستدخل دائرة الإنتاج في ديسمبر بمشيئة الله تعالى. حقيقة نحن في زيارة بنمثل جزء من اللجنة الفنية الاستشارية لمجمع سدي عطبرة وسيتات، وجينا هنا في مرحلة طواف ومرور على الأعمال ومدى تقدمها، والحمد لله يكاد يعني ممكن أقول يكاد يكون كل شيء منتهي بنسبة كبيرة، قدر أكثر من 90% في أعمال السد منتهية، تم التخزين إلى المستوى المطلوب أو about يصل المستوى المطلوب بون متر، وجاري تركيب الوحدة الرابعة، والحمد لله يعني حسب التخطيط متوقع عليها إنه في القريب العاجل في شهور بسيطة إنها تبدأ إنتاج الكهرباء. عموما يعني الوضع مطمئن للغاية وكله تحت التحكم، والأمور ماشية بطريقة سلسة وممتازة. وحدة تنفيذ السدود تؤكد اهتمامها بمحور التدريب، ودربت 2268 مهندسا استفادوا من البرامج التدريبية. أكد المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود اهتمامه ورعايته لبرامج ومشروعات التدريب بوحدة تنفيذ السدود، وذلك لاعتباره محورا مهما في اكتساب المهارات والخبرات وتأهيل الكوادر. وأشار الوزير لدى مخاطبته ورشة مستقبل التدريب الهندسي في وحدة تنفيذ السدود إلى الجهود التي بذلتها الوحدة في مجال التدريب عبر مشروعات سد مروي وتعلية الرصيرس ومجمع سدي أعالي عطبرة وسيتات، إلى جانب مشروعات حصاد المياه وزير عطش.
وقال إن العمل الهندسي يقوم على خبرات وتجارب حقيقية. هناك يعني أشياء درجت عليها الوحدة في التدريب. نحن الآن بنتكلم عن التدريب للمهندسين والإداريين وكل الاستاف الذي يعمل في الوحدة، ربما هذه بالتركيز على الجانب الهندسي، لكن نحن إن شاء الله محتاجين لتدريب في كل المجالات. نحن كنا بندرب ناس برضو، فدي نحن أيضا محتاجين ننظر فيها. يعني هناك التدريب القومي بالتعاون مع الإدارات أو الأجهزة الهندسية الموجودة في السودان، يعني إذا كان جامعات أو معاهد أو مجلس هندسي، فدي نحن محتاجين ننظر في التدريب الذي تقوم به الوحدة للكادر الهندسي الموجود مثل التدريب القومي، ومحتاجين أيضا ننظر في التدريب للكادر الهندسي الموجود داخل الوحدة. فهذه من الأشياء اللي أنا بتصور أنه الوحدة، أقصد الورشة، تنظر فيها لتخرج بها بتوصيات محددة كيفية مثلا التدريب القومي، توبتمايز التدريب القومي بحيث أنه المتدرب يجد تدريب عملي في السدود بأعلى درجة من الكفاءة وأكثر عدد من الناس. نحن محتاجين ندرب مهندسين جدد مستقبلا هم يكونوا رصيد للعمل الهندسي في السودان. من جهتي أوضح المهندس محمد عبد الرحيم جاويش مدير الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والعلاقات العامة أن التحديات القادمة تتمثل في إيجاد تخصصات دقيقة في تصميم السدود الصغيرة وبرامج حصاد المياه. نحسب أننا جميعا كاسبين من المشاركة في هذه الورشة، نسأل الله أن يتقبل ذلك منكم ويجعله من العلم الذي ينتفع به. إن شاء الله هذه التوصيات قد تقول فكرة أنت في ورشة أو في هذه جلسة تستفيد منها أجيال قادمة، وهو إن شاء الله من العلم الذي ينتفع به وينفع الإنسان بعد مماته ويستمر إن شاء الله عندما يتوقف عمله في هذه الدنيا. من جانبه قال إبراهيم ياسين شقلاوي مدير إدارة التدريب بوحدة تنفيذ السدود أن الورشة ناقشت 3 أوراق مهمة شملت استراتيجية التدريب الهندسي ومطلوبات التطور في العمل الهندسي وتخطيط التدريب من خلال استخدام التقنية المساعدة. كما أشار إلى أن عدد المستفيدين من برامج التدريب الهندسي بوحدة تنفيذ السدود بلغ حوالي 2268 مهندساً تلقوا تدريبات مكثفة في 175 برنامجاً هندسياً بمختلف المشروعات. ونعد إن شاء الله في إدارة التدريب بتحويل كل ما دار في هذه القاعة من توصيات وحديث يصب في التطوير والارتقاء بجودة التدريب في وحدة تنفيذ السدود. نضع كل ذلك إن شاء الله نصب أعيننا، ونحن نخطط لعام جديد ونخطط لاستراتيجية 4 سنوات قادمة، ولعل هنالك حديث دار عن ضرورة ربط التدريب في وحدة السدود باستراتيجية التدريب في الوزارة وبالتالي استراتيجية التدريب في الدولة. وهذا ما 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 جعلنا نجلس هذا المجلس ونتداعى إلى هذه الورشة. نؤكد مجددا حرصنا التام على إشراككم جميعا وإشراك كافة أهل التخصص في تطوير العملية التدريبية بوحدة تنفيذ السدود. ولعلنا ضمن الأوراق وضعنا ورقة لخصنا فيها كل الجهد المبذول خلال الفترة المنقضية في جانب التدريب الهندسي، وأوضحنا كذلك من خلال هذه الورقة عدد الذين تم استهدافهم والذي بلغ 2268 متدرب نالوا عدد من البرامج التدريبية واضحة في الورقة. محطة التوليد بمجمع سدي أعالي عدبرة وسيتيت تواصل مسيرة الإنجاز. وقف المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود على سير العمل بمشروع مياه القضارف بمجمع سدي أعالي عدبرة وسيتيت، واستمع إلى شرح المفصل من المقاول والاستشاري. وشدد قسم السيد على ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد لأهميته في توفير المياه لمدينة القضارف،
وأشار إلى أن العمل بمشروع مياه الجضارف لا يقل أهمية عن العمل بمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيد. ولدى وقوفه على مكونات جسم السد ومحطة التوليد، أكد المهندس خضر جسم السيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود أن تشغيل أولى التوربينات لهذا المشروع سيكون خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل بمشيئة الله تعالى، ليليها دخول التوربينات الأخرى بالتتابع وفق الجدول الزمني المحدد. وأبان أن التيار الكهربائي الذي سينتجه المشروع سيشكل إضافة كبيرة للشبكة القومية للكهرباء، لا سيما في أوقات الذروة، فضلا عن إسهامه في الحد من قطوعات الكهرباء خلال الصيف القادم. كما نوه إلى أن الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والميكانيكية اكتمل بنسبة 100% في الوقت الذي شرفت فيه الأعمال الكهربائية على الانتهاء بعد أن تبقى القليل منها، والذي سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة. هي زيارة لمشروع سدي على عطبرة وسيتيد تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروع، والحمد لله يعني العمل يسير بصورة طيبة جدا، واكتملت تقريبا كل الأعمال المدنية والأعمال الكهربائية الآن المقاول في المراحل المتقدمة لبدأ التوليد إن شاء الله في نهاية هذا العام بالوحدة الأولى، وإن شاء الله الوحدات الباقية ستأتي تباعا إلى أن نكمل المشروع، وإن شاء الله الصيف القادم ستكون هناك كهرباء من مشروع سدي على عطبرة وسيتيد. مشاهدينا، بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلاتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.liu.gov.sk. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.